راح نحكي اليوم على موضوع كمال الاجسام ولعبه كمال الاجسام بودي بيلدينج بصوره عامه. طبعا اذا تروحون لدول اخرى مثل هيك اشخاص الدوله تشتريهم شرايه تدفع لهم فلوس يقول لك بس تعال مثل اسم هذا البلد واني انطيك اللي تريده، اني اوفر لك الجيم، اني اوفر لك الى اخره من هذه الامور. اليوم ويانا البطل والكابتن سيف عجان، رح نحكي على هذا الموضوع. صباح الخير كابتن. صباح النور استاذ عبد الله، نورتنا واهلا وسهلا بك، وفرحانين بوجود مثل هيك شباب بصراحه يمثلون العراق ويرفعون اسم العراق بمثل هيك بطولات ورياضات يعني قل الاهتمام بها حكوميا. رح نحكي بهذا الموضوع اكيد بتفاصيل اخرى، ولكن بالبدايه بدي اعرف الكابتن شو وقت بدايته، كابتن سيف شو وقت بدا بهذه اللعبه؟ نعم وياك بطل كابتن سيف عجام. نعم. حاصل على بطولات تقريبا 5 بطولات. نعم. بطولة كردستان اللي هي 2 الأندية متقدمين، بطولة هولير 3 ما شاء الله، وبطولة دولية صلاة الأربيل حصلت على المركز الرابع، وكان بطولة العراق القاعات الأهلية حصلت على المركز الأول ما شاء الله والحمد لله. كانت بدايتي والحمد لله والشكر سنة 1998. قديم؟ كلش قديم باللعبة، تقريبا ما يقارب 22 سنة. نعم. بس كانت بداية يعني كلش بسيطة، لأن مثل ما تعرف كنت هاوي يعني بالضبط، كنت هاوي وكنت محترم بالبيت، يعني كنت أحب الرياضة وكنت مولع بها جدا. نعم. بس نفس الوقت كان عندي دراستي وكان عندي التزاماتي اللي موجودة، حتى كنت أشتغل ذاك الوقت اللي بهاي السنة يعني بالضبط. أوكي. يعني قد كان عمرك 98؟ 98 كان عمري 16 سنة. 16. بلشت ب 98 على أدوات كلش بسيطة كانت موجودة بالبيت. طورت من نفسي شويه جدا بسيط، مثل ما تعرف ذاك الوقت ما كان عندنا ذاك الدعم المضبوط، لانه ماكو لا تغذيه مضبوطه صحيحه ولا كان عندنا مثلا خلينا نقول بصراحه يعني كماده مثل باقي العراق كله اللي موجودين حصار بالضبط، يعني صعب علينا البيض، صعب علينا كذا، نحتاج يعني عده مثلا خلينا نقول باليوم ما يقارب ال 15 16 بيضه باليوم. ايوه راتب الموظف كان 3000 وطبقه البيض كانت يمكن 3000. اكيد اكيد. فتخيل انت هذا الموضوع يعني كل الصعب كان علينا، بس الحمد لله والشكر استمريت بهذا الموضوع والى ان وصلت هاي المرحله. بس يعني بصوره متقطعه، لانه صارت سبحان الله لحد 2003 وقفنا شويه، يعني تقريبا ما قارب سنتين صارت موضوع مثل ما نقول البلد طائفيه وحرب وكذا وهاي الامور. ورا تقريبا 2008 سافرت ورجعت، بلشت ما يقارب بال 2013 اي 2013 كانت مضبوطه بدايتي 100%. اوكي، كالتزام بالاكل، كالتزام بالتمرين، يعني بكل امور خلينا نقول الديتيلز اللي موجوده باحترافيه. راح نحكي باحترافيه اكيد بعد شوي، ولكن اريد ارجع شوي للبدايه. نعم. احنا بالبيت يعني من واحد مثلا يقول لك هذا صار لاعب كره قدم، مع انه اكو جماهيريه كلش كبيره لكره القدم، يعني جمهور ومتقبلين الموضوع، وهم يعني عاداتنا وتقاليدنا يقول لك عمي شنو تصير لاعب؟ صير طبيب، صير مهندس. فبالبيت دعموك تصير كلاعب كمال اجسام؟ شو كانت ردة فعلهم؟ نعم. احكي لي صدق. نعم راح احكي لك اياها صدق صراحة. زيان. بالبداية كانت لا، يعني ما كان ذاك، اي والله ما كان ذاك الدعم القوي، لأن مثل ما قلت لك يعني كنت يعني مثلا ما اشتري ملابس او ما اصرف على نفسي بس غير على تغذيتي وعلى تمريني. اي اهل من راح يشوفون هذا الموضوع قدامهم ما راح يصير سبورت على الموضوع، طبعا ما راح يصير دعم 100%. يجوز تلقاه برا بالخارج غير عقلياتنا احنا، تقاليدنا واجتماعاتنا تختلف عن برا بالخارج. صحيح. هناك لا، مثلا يشوفون موهبة الطفل من هو صغير يرجعوه يدعموه على اللي هو يحبه، على اللي هو يريده. فشوفه يعني من عمره صغير هو يعني اتطور ووصل مرحلة بهذا الموضوع. صحيح. بس احنا لا، يعني ما عندنا هذه التفاصيل، اذا ما توصل مرحلة وتحصل لك بطولة تجيب لك شهادة ومدالية ذاك الوقت الاهل يصفقوا لك ويقول لك عاشيدك ورحم الله والديك. يعني نقدر نقول انت كانوا كلهم ضدك الا اول بطولة. تقريبا. ماكو واحد كان وياك؟ يعني خلينا نقول بالبيت يعني اكو دعم نوعا ما من ايه؟ ناحيه خلينا نقول الطبخ الكذا هاي الامور، بس ايه؟ هي مو هي اعصاب يعني زين. بطولات العفو استاذ بلال، يعني بطولات كلها صعبه، مو يعني خلينا نقول نسهل الموضوع، لانه انت من تفوت مرحله الدايت اللي الدايت القاسي مو الدايت العادي اللي موجود عند البودي بيلدينج او العفو عند الفتنس، عندما تنزل وزنك او تنزل الدهون اللي موجوده عندك تختلف عن ما انت قاعد تفوت بطوله. اوكي. تجهيزها خاص، اعدادها خاص، المي تحسبه بالقلاص بالضبط. هاي اخر ايام يعني نوصل مرحله نوم يعني تقريبا ربع قلاص مي، ايوه تقطع المي، ما عدا الملح يقل، السكريات اذا قلت بالجسم نهائيا تتصفر، انت اوريدي راح يصير عندك اعصاب شاده.
راح أظل ضج ضايج 24 ساعة. هو شنو اللي يخليك هرمون السعادة يتحرك بجسمك؟ اللي هو السكريات اللي موجودة، بالرغم ما هي مؤذية يعني على الجسم وعلى كثير من الأمور، بس يعني يعني نقولها مطلوبة. بالحديث عن الدايت القاسي إلى آخر يوم قبل البطولة، أكو ناس على الحلبة على الستيج يغمى عليهم لأنه ما عندهم لا مي ولا سكر. أنا واحدة من البطولات عندي كمان. تمام؟ أي والله أنا واحدة من البطولات عندي كمان حلبة. إحنا قبل كنا خلينا نقول قبل 6-7 سنوات كانت عندنا عادات إنه نقطع المي نهائياً ونقلل من الملح، فأكيد أنت أورد الضغط مالتك راح ينزل. أكيد. الماي من حد قطعه تبذل جهد بالاستعراض هم انت اكيد حماك انت حتحمي قبل الاستعراض، حماك في دقش حيكون في النص ساعه ساعه بين ما تحمي توصل انه يعني حصل نفسك على استيج انه توصل مرحله انه بالبامب اللي موجود عندك هذا كله جهد من توصل على الستيج وجمهور قدامك واستعراض كذا. طبعا الاستعراض ما حد يعرفه الا اذا واحد هو بالفعل نازل على الستيج، لان الستيج في الشيء كله صعب يعني مو شيء سهل. أكيد. لازم توصل للحكام اللي موجودين امامك انه النتيجه كلش حلوه وجيده من خلال استعراضك لجسمك. زين. نعم. يعني شنو احتياجات اللاعب حتى يصير محترف طبعا؟ نعم. ما احكي الهاوي، الشخص اللي ندزه ونقول احنا وفرنا له كل شيء، خذ لنا بطوله كابتن سيف، روح وخذ لنا بطوله، نوفر لك كل اللي تريده، بس جيب لنا بطوله. شنو الاحتياجات اللي يحتاجها لاعب كمال اجسام؟ احكي لي ماديا والغذاء وحتى معنويا. بصراحه انا هو اذا هو معد يعني واصل مرحله بالتمرين وعارف هذا الموضوع، يعرف شنو تكنيك التمرين، يعرف شلون يتمرن، يعرف شلون يستهدف العضله اللي يريده هو، مو مثل بعض الشباب مثلا يتمرن يروح مجرد انه يقضي وقت او مثلا واجب عليه انه يقضي ويطلع، لا هاي تختلف. هاي لها امور خاصه. اول شيء هي الماده، على تشيكيا صراحه. اكيد ناس تقول لك لا عزيمه والاراده ولازم توصل ولازم كذا، مو كل شيء الماده. لا انا احكي كماده. ليش من ناحيه الماده؟ لان انت تغذيتك راح تختلف، استعمالك السبلمنت البروتينات والريكفري مواد الريكفري الموجوده للعضله، هوايه من الامور. لازم انت تكون انت انسان يعني يختلف اسلوب حياتك عن البشر العادي، من ناحيه راحتك، من ناحيه نومك، من ناحيه استعمالك للسبلمنت واستعمالك الغذاء. تغذيتك لازم تكون أقل 6 وجبات باليوم متنوعة، يعني بكل وجبة موجودة كل كافة القيمة الغذائية اللي هي الدهون الصحية والكربوهيدرات والبروتين، وعلى قد احتياجك بالجسم وتقيسها بمقياس يعني ميزان معين. فأنت يحتاج لك لما تأهل هاي المرحلة يحتاج لك كثير من الأمور اللي هي المادة والدعم والراحة. يعني لازم أنت خلينا نقول عطال عطال كل شيء ما عندك. يسموها رياضة الملوك. بالضبط. ملك انت تتمرن وتاكل، هذه شغلتك. يعني حتى ما تفكر انه انت شلون تجيب رزقك، شلون تشتغل، تفكر بمشاكل البيت، مشاكل البلد، انت شغلتك تاكل تتمرن وترجع. وهذا توفيره يحتاج دعم كبير، يعني دعم دوله انا اعتقد هذا اللي يحتاجه اللاعب كمال الاجسام. نعم. زين، راح اجي على دعم الدوله، ولكن ابدا اعرف شنو المشاكل اللي يعاني من عندها. حكيت الاحتياجات انت، طبعا احنا نحكي بطريقه مختصره، يرادنا يمكن أكيد. يعني ساعات أكيد. حتى نعرف شنو اللي تحتاجه. صراحة هذا الموضوع بحر يعني يحكي كل شيء هواي وما يخلص، يعني احكي لك اياه يمكن نطولنا في 10 حلقات. اي صحيح. هذا اعرف شنو المشاكل اللي يمر بيها لاعب كمال الاجسام. كثير المشاكل والله. كثير المشاكل. اهم شيء هي الدعم نمبر 1، يعني هي الدعم ثم الدعم. الدعم المادي والدعم المعنوي. اذا ما عندك ذني الثنين ما راح توافق، مستحيل توافق بالموضوع. الدعم المادي عرفته قبل شويه بالاشياء اللي تحتاجها، المعنوي من منو؟ من كل الفئات، من كل الاطراف، من الدوله نفسها. هو دولتك انت من راح تدعمك انت اوريدي، من راح تجيب كاس ومن راح تجيب مداري وراح تجيب شهاده لهاي الدوله، راح تفتخر انت اكو دعم من عندها. راح تعرفك انه انت بطل فلاني ابن فلاني، انه انت عرفت وسجلت بالتاريخ يمهم. اوكي هسه انت من قاعد تجيب شهاده وكاس وكذا، خلاص يومين ثلاثه بطل فلاني، خلاص راح موضوعه مثل باقي الابطال اللي موجودين عندنا حاليا. بقى كم بطل هسه حاليا اسمه موجود لحد هسه، لانهم ابطال قدامى يعني من الستينات سبعينات، اللي هو امثال بطل الاستاذ علي قيار، عباس الهنداوي طالب شهاده الدوري، وجواد الموسوي، وكثير من الابطال اذا انا ما اذكر اساميهم. نعم. تحياتي اكيد للجميع. تحياتي اكيد لهم. بقوا اساميهم لحد هسه، بس يعني مثل ما قلت لك هذني الثنين اهم شيء تكون موجودات، بالاضافه الى اراده اللاعب طبعا. اكيد واراده اللاعب فوق كل شيء، لان اراده اللاعب اذا ما كان عندك اراده وصبر على هذا الموضوع ما راح تصير، مستحيل تصير.
لان قلت لك هذا الموضوع اذا فتت انت موضوع الدايت وموضوع الالتزام بالتمرين وكذا انت لازم تترك كل المتطلبات الموجوده بالحياه تتجه لهذا الموضوع بس. لان راح يصير عندك اعصاب شاده، راح يصير عندك نفسيه غير نفسيه، غير بشر، غير امور، غير اسلوب حياه نهائيا. لازم تطلع ويا جماعتك مثل ما تقول، طلعتك تكون محدوده كلش، ممكن بها احتمال باسبوع مره كل 10 ايام بس بهيك امور. حياتك بس بالجيم بالضبط، مو بس جيم استاذ بلال، مش عفوا استاذ عبد الله، مو بس بالجيم، الموضوع بالتمرين وبال انه تكون لازم انت ما تطلع على مود يغرك مغريات الاكل صح ومغريات السهر، لان هم حياكلون غير الاكل اللي انت تاكله، ومو موجود الاكل اللي انت تريده باي مطعم يمكن يعني بالضبط، خالي من الدهون وخالي من الاملاح. اكثر اكثر من طلعاتي، اكثر من طلعاتي يعني خلينا نقول 90% انا وجبتي وياي افوت بمطعم، اكو بعض المطاعم براندات عالميه يعني قويه يقول لك انا ما اتقبل انت تاكل وياي، فاضطر اكلها بالسياره واجي يم جماعتي اقعد بس تقعد اقعد يا اما اشرب لي كاسه مي او سفن دايت وهالامور بس لا اكثر لا اقل. نعم. بسبب انه مشي امري انه طلعتي طلعت صارت حلوه ويا جماعتي ويا اصدقائي، يعني مثل ما تعرف هسه حاليا احنا وضعيتنا وضعيه العراق انه ورستهم بس بالاكل والمطاعم صحيح ماكو ترفيه يعني بالضبط نحكيها صراحه يعني صحيح. يعني ها صارت منافسه بالموضوع صح. نعم اريد احكي على موضوع مهم مشيتنا احكي بيه بالبدايه ولكن لازم نعرف الناس انه احنا ويانا بطل ترى ويستاهل الدعم من الدوله، بالتالي راح نحكي على اهتمام الدوله بسيف وبلاعبي كمال اجسام وهاي الرياضه بصوره عامه. اذا اريد نقارن بدول عربيه ونقارن بدول عظمى دول اوروبيه احكي لي. شوف شوف حبي كمال الأجسام بصورة عامة بكل العالم مدعومة من ناحية الشركات السبونس اللي هي شركات السبلمنتس زين اوكي، بالإضافة إلى الدولة يكون دعم بسيط إلى من ناحية الإعلام عالية، من ناحية خلينا نقول تسهيل السفر إلى تسهيل المعسكر التدريبي إلى فهذا يكون الدولة أي صح أنا وياك. من ناحيه لا الالتزامات اللي غذاء والالتزام بغير امور والصرف عليه لا، هذا يكون السبونس اللي هو الشركات الداعمه الشركات البروتينيه الموجوده. احنا صراحه يعني للاسف هنا بالعراق ما عندنا هذا الشيء ولا تجي الشركات الدوليه اجنبيه يعني صراحه الشركات الداعمه اذا تكون شركه بروتين تدعمك فتدعمك بشيء يعني شو اقول لك ربع تحتاجه 2% من الصرف اللي تصرفه انت بالضبط 2% وهذا اذا انت محظوظ لقيت لك هيك الشركه مو يعني على قد انه تك سبلمنتس على قد حاجتك كذا ومرات يعطيك مصاريف السفر مالتك وانت مسوي له دعايه ومسوي له اعلان على هذا الموضوع ما استفاد منه كلش هوايه بس المشكله احنا يعني مشينا على ليفل واحد يعني الابطال المفروض ما يوافقون على هذا الامور ما يوافقون على هالشروط على ما يصعدون من شانهم انا ما اظل انه اوافق واسس الامر وانطي يعني مثلا تساهيل بهذا الموضوع لا بس احنا عندنا برا بالخارج المناطق خلينا نقول الاجنبيه اللي موجوده بالعالم امريكا وغيره الابطال العالميين الموجودين ما شبه نفسي بهم ولا شبه الموجودين هنا لا يعني مقصد الكلام كمثال كرياضه ولكن بمنظور بروفيشنال بالضبط كمثال بطل من اول بطوله من ياخذ بطوله راسا يتمسكون به اوكي ياخذوه هم يتشلبون به يتشلبون به بالضبط راح يعرضون عليه عروض راح يقولوا له مثلا انا عندي فلان الشركه هاي الشركه براند قوي هذا بي هذا كذا بروتينه قوي عالي هذا بي مثلا اورجينال هذا تقدر تسوي لنا اياه هيك من اول بطوله فانت اللاعب اوريدي راح يصير عنده تحفيز راح يصير عنده اراده اكثر راح يصير عنده بعد اقوى منافسه بالسنه الجايه لازم اسوي شيء اني على مود في سبيل انه ابيض وجهي اكثر واجيب نتائج اقوى وانه يعني تصير عندي عليها دعم شركات اكثر لي كسبونس اوكي وبالاضافه الى طبعا انا احكيك اياها كدوله ماكو اي دعم يعني صفر احنا كعراق صفر طبعا بس من الاتحاد المركزي العراقي اللي هو استاذ فاز عبد الحسن يدعم الابطال من ناحيه دعمهم من خلينا نقول خدم البطولات سفرهم تنزيل على المسرح دعمهم على الستيج دعمهم من البطولات اللي موجوده محليه بطولات العراق القاعات بطولات العراق المتقدمين كثير من البطولات هو يكون موجود متواجد وياهم لان هو كان بطل ويعرف قيمه اللعبه ويعرف ايش قيمه السعر يعني الرجل المناسب المكان المناسب يقدر يقول بالضبط بالضبط وهذه اللي يوفروها الاتحاد مال هذه اللعبه نعم ايش قد بالمئة من اللي انت تحتاجه هذا اللي يهمني انا هم 2% يعني جزء احتمال فد يعني خلينا نقول اي 5% شوي اكثر زياده زين بس اكثر زياده هاي ال5 وين المجامله مبينه طبعا
أكيد. أنا بس عندي سؤال، كل اتحاد معلومة يعني هي أي شخص ممكن يعرفها، يعني أي اتحاد إلى نسبة من ميزانية الدولة، بالتالي إلى مخصصات، بالتالي هالمخصصات هي مو لرئيس الاتحاد ولا للهيئة الإدارية ولا للأعضاء، هي لازم تكون لتطوير هذه اللعبة، واللعبة تطور بقاعاتنا الرياضية، اللعبة تطور بلاعبينا وإيصالهم إلى يرفعون اسم العراق بكل المحافل الدولية. صحيح. طيب ليش 5%؟ هذا الموضوع ما أقدر أحكي به صراحة، يعني بي عمق ولا شو يعني، لأنه أستاذ مرحلة حتى البطل ما يقدر ينزل بطولة إذا ما يدفع. يعني تخيل أنت لازم يكون بالعكس الموضوع، صح؟ أكيد. يعني يتمنون أنت تلعب على أكيد. إنه تجيب نتيجة وتبيض وجه وتنزل للمسرح وتبين كل شيء لهم حلو. لا، هي صارت بالعكس. هل أكو هذه التحزبية وابن عمي وابن خالي فأني أصعد ودي بطولة بس هو جسمه حاله حال عبد الله مروان، بس كابتن سيف لأنه مو قرايبي وبعد بالبيت موجود موجودة موجودة وبكثرة يعني، بس هو البطل يعني هو بطل بعد يعني هو يفرض نفسه بالضبط، يفرض نفسه على المسرح يبين ذاك واضح إنه خلاص أني كذا وأني هذا أني بجهدي وبزودي دا أنزل بجسمي اللي موجود على الستيج ودا أبين روحي شنو أني. تمام. هسه إحنا السوشيال ميديا شوية فادتنا كتطور، يعني كإنستغرام كفيسبوك كسناب شات شوية فادتنا من ناحية إنه نقدر نطلع أكثر ونقدر يعني نبين روحنا أكثر للعالم، نعرف إيش دنسو منسوي، نعرف البطولات وين حصير، نعرف شو كده حصير بطولة، نعرف كذا هواية من الأمور. حتى أكو بطولات مو من ضمن الاتحاد المركزي اللي موجودة خارجية نقدر ننزلها يعني موافقة الاتحاد الموجودة. نعم. طيب يعني والله أنا أشوف إن هذا الموضوع طويل، مو مال استضافة بحلقة واحدة، إن شاء الله نشوفك في حلقات ثانية كابتن. سعيدين بوجودك ونتمنى لك الموفقية الدائمة بهذا المجال، ونشوفك بطل دولي مو بس بطل عندنا بالعراق يعني ولا بالإقليم. إلي شرف إلي ولي شرف هالقناة إن شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله. الله يخليك، أهلا وسهلا بيك ونورتنا كابتن. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، راح نذهب إلى فاصل ومستكملين بعد ذلك أكيد باقي فقرات البرنامج، خليكم يعني.